الخط من أمام ثانوية ربح بيطات، ومعك مترشحة كذلك، تفضلي. أهلا بك زميلتي هاجر وبجميع مشاهدي قناة النهار. إذا تتواصل تغطيتنا لامتحان شهادة البكالوريا وأيضا ظروف اجتياز هذه الشهادة والأجواء التي تخيم عليها وأيضا الارتباك والقلق الذي لا زال يرافق المترشحين في يومه الثالث. إذا اليوم اجتاز زميلتي هاجر المترشحون في الفترة الصباحية مادة الفلسفة. هذه المادة أو الامتحان التي اعتبر أغلب المترشحين أسئلته بالصعبة، البعض الآخر أيضا ربما اعتبر بأنها سهلة. أيضا المترشحون طرحوا مشكل التأخر في توزيع الأسئلة، وهذا الأمر الذي اعتبروه بأنه يزيد من حالة التوتر والقلق لديهم. زميلتي هاجر تحضر معي إحدى المترشحات، سنحاول أن نأخذ منها انطباعها في اليوم الثالث من شهادة البكالوريا وأيضا ظروف اجتياز الامتحان. مرحبا بك زينب، ممكن تقولي لنا اليوم في الفترة الصباحية كنت اجتزت مادة الفلسفة، الأسئلة البعض اعتبرها سهلة البعض اعتبرها صعبة، أنت كيفاش كانت النسبة بالنسبة لي؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني اليوم اجتزنا مادة أدب وفلسفة، هي المادة الأساسية في شعبة أدب وفلسفة لأنه المعامل تاعها معامل ستة. يعني كان في بداية الأمر قبل ما يعطونا أصلا الموضوع كان نوع من التوتر ونوع من الارتباك، وبدأت حالات إغماء وأيضا حالات بكاء في القسم. يعني مام اللي كان محضر وجد صعوبة في تذكر المعلومات اللي كانت مخزنة عنده. كان المرة الثانية يعني نفس التكرار نفس السيناريو، أنه تأخر في منحنا للمواضيع لتسريح المواضيع. كانت في المادة الأساسية أيضا مادة إنجليزية، واليوم في المادة الأساسية أيضا مادة فلسفة. أما من أجواء يعني كانت جد متوترة، وكان الموضوع هو أعطونا فقط مقالة واحدة على الفصل الأول، وكان تركيزنا المعظم تركيز على الفصل الأول. يعني كانت عندنا المقالة الموضوع الثاني على علوم إنسانية خارج تماما عن المقترحات ولا البرامج. أيضا كان هناك إضرابات، كاين أساتذة ما توصلوش أنهم داروا هذا الدرس، وتحليل النص أيضا كان صعب. لكن أنا كطالبة الحمد لله كانت المقالة الأولى من أوائل تحضيراتي، هي اللي تناولت على النظام السياسي حكم فردي، الحمد لله يعني قدرت نجاوب. لكن فقط زينب سمحي لي، انه كنت تحدثتي انه سادت ربما بعض من اجواء الارتباك بكاء وغيرها، نشوف ربما وفق دردشتنا مع بعض التلاميذ انه توقعوا مجموعه من الدروس، ويعني الاغلبيه كان تحضيرهم على هذه الدروس، ربما هذا هو كان السبب يعني في انهم يدخلوا في حاله ربما من الارتباك الشديد لانه ما حضروش الدروس اللي كانت طاحت. يعني هو صحيح كان بعض الاحتمالات، وكان تلاميذ دخلوا فقط بالفصل الأول والفصل الثاني، لكن أنه هم اختاروا آخر درس، يعني آخر درس ما حتى لو أنه حضرنا الفصل الثالث لكن الدرس اللي حطوه عطونا آخر درس. حتى لو كان تلميذ محضر حيأثر، تلاميذ حيتأثروا كي تشوفي هذوك الأجواء ما تقدريش تركزي، ما أنت حتكون حالة قلق وتوتر بدرجة عالية. إلا التلميذ اللي يكون ما أنت ثابر من بداية العام هو اللي يقدر يجاوب. وانا من التلاميذ اللي كنت محضرتها المقاله، وثاني اصبت بحاله اغماء وكنت في توتر شديد، وان شاء الله نطلب الله انه يسهلونا في التصحيح، وماذا بينا كامل ننجحوا الباك لانه ما كانش التلميذ ما تعبش هذا العام من بدايه الامتحان. فقط اخر سؤال اخر زينب، في الفتره المسائيه راح تجتازوا ماده اللغه الفرنسيه، يعني ربما نشوفوا انه الماده في الفتره الصباحيه هي ماده الفلسفه اثرت عليكم نوعا ما، يعني التحضير تاعكم كيفاش راح يكون؟ يعني الطاقة كلها نفذت في مادة الفلسفة، نتمناو انه يكون امتحان سهل باش نقدروا نطلعوا به واش فوتنا انجليزية ورياضيات واليوم فلسفة لبعض التلاميذ. ندعو الله انه يسهلنا ويثبتنا الإجابة، وان شاء الله تكون الموضوع تاع الفرنسية يكون في متناول الجميع وفي مستوى التلميذ المتوسط. يعطيك الصحة زينب، شكرا بالتوفيق. إذا زميلتي هاجر كان هذا انطباع إحدى المترشحات لشهادة البكالوريا حول مادة الفلسفة في الفترة الصباحية. بطبيعة الحال ربما زميلتي هاجر أود أن أشير إلى الفكرة التي تطرقت إليها المترشحة، وهي الاحتمالات التي تبقى ربما تروج أو يعني يتم ترويج لها وسط المترشحين. هذه الاحتمالات هي التي تزيد ربما من تشتيت وتشتيت تركيز المترشحين وتؤثر عليهم. أكيد أكيد، نادية سعيد جزيل الشكر لك على هذه المداخلة.
بالطبع نادية زعيت، وكذلك بالتوفيق لكل التلاميذ وكذلك المترشحة التي كانت معك. نتمنى أن تكون إجابتها على قدر فصاحة لسانها. كذلك نادية زعيت، جزيل الشكر لك، كنت معنا على المباشر من أمام ثانوية ربح بطاطا بالعاصمة. إذن أواصل.